سؤال آخر. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول السائل حفظكم الله، بقي ما أشار إليه الإمام مالك رحمه الله، وهو ما الذي يلزم من أفطر في قضاء رمضان، ليس في رمضان وإنما في قضاء رمضان. وقد اتفق الفقهاء على أن من شرع في صيام يوم قضاء وجب عليه أن يتم ذلك اليوم. طبعا الدخول في القضاء بالاختيار، تصوم غدا أو ما تصوم غدا هذا يعود إلى اختيارك، لكن إذا شرعت في القضاء وجب عليك أن تتمه، ولا يجوز لك أن تفطر إلا من عذر شرعي. فإن أفطر فإنه يلزمه القضاء باتفاق العلماء، لكن كم يقضي؟ كم يقضي؟ أنا علي يوم واحد، أنا علي يوم واحد أفطرته من رمضان، يجب علي أن أقضي يوما واحدا. طيب شرعت في القضاء فأفطرت، شرعت في القضاء فأفطرت، ما الذي يجب علي؟ الجمهور يقولون يجب علي يوم واحد الذي هو الأصل، ما في شيء جديد، يجب علي أن أقضي هذا اليوم. وذهب بعض المالكية إلى أنه يقضي يومين. كيف يقضي يومين؟ يقولون الأول بأصل القضاء الذي من رمضان، والثاني لأنه أفطر في القضاء الذي يجب عليه أن يتمه فيجب أن يقضيه، فأصبح يجب عليه أن يصوم يومين. طيب لو فرضنا أنه شرع في القضاء فأفطر، يجب عليه تصبح ثلاث، تصبح ثلاثة أيام، لكن هذا مرجوح لا دليل عليه، لا من أثر ولا من صحيح نظر. فالصحيح أنه يجب عليه قضاء يوم واحد الذي هو الأصل. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.